إذا كنت جريء وقلبك قوي مش محتاج تخطيط كبير لسرقة لوحة سعرها مليون دولار بكل بساطة بتدخل في وسط النهار وبتسرق اللوحة أمام الناس في وسط المعرض وبتمشي ولا كأنه صار شيء <applause> السلام عليكم أنا سامي مشتاه وبرحب فيكم قبل أن نبدأ لا تنسوا لايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لص جريء لكن ما أظن أنه ذكي يلا ندخل بالتفاصيل رجل قرر يسرق لوحة فنية باهظة الثمن واللي بصل سعرها لمليون دولار فاختار احدى المعارض الفنية المهمة في موسكو ودخل فيه كزائر عادي وبدأ يتجول في المعرض بكل اريحية يبدو انه بحاول يختار لوحة يكون سعرها غالي عشان تكون السرقة محرزة. طبعا كاميرات المراقبة اظهرت الشخص وهو بتجول باريحية في المكان وبحاول يختار لوحة ليسرقها. شو بتتوقعوا؟ هل انه مثلا حمل سلاح ولا كان معه شركاء حاصروا المكان او انه اطلق النار او هدد او او لا بكل بساطه نزع اللوحه من الجدار وظن الزوار انه احد موظفي المعرض وبعد ما سرقها دخل بين الناس للتمويه عن نفسه ومشي في المعرض وخرج منه بكل بساطة واستطاع هذا اللص سرقة اللوحة التي تعود للقرن التاسع عشر من معرض روسي أمام كاميرات المراقبة في جريمة جريئة جدا بحسب ما وصفت السلطات وبعد ما حققت السلطات الروسية في الحدث تبين أن الهدف من وراء سرقة اللوحة هو طبعا لغرض مالي يبدو يعني اللص مفلس وبده مليون دولار لهيك سرق هاي اللوحة أنا مستغرب بصراحة يعني شو جرأة هذا الشخص يدخل يأخذ اللوحة بكل بساطة ويخرج من المعرض ولا اصلا ساله وين رايح ولا وين جاي ما اجرا هذا الرجل لكن بصراحه ما كان ذكي لدرجه كبيره هو معرض كبير مثل هيك في لوحات تقدر بملايين الدولارات اكيد راح يكون في كاميرات مراقبه بس يبدو الرجل ما حسبها صح لص جريء لكنه مش ذكي وفيما بعد قالت المتحدثه باسم وزاره الداخليه الروسيه ان السلطات القت القبض على المشتبه به البالغ من العمر 31 سنه مضيفه ان اللوحه قد عثر عليها في موقع للبناء طبعا بعد الحدث قرر مدير قسم المتاحف في وزاره الثقافه الروسيه بزياده عدد المراقبين في الممرات وراح يتم كمان وضع حساسات امنيه الكترونيه للوحات عشان يعني يحمي اللوحات من اي سرقه جايه بصراحه تحصين المكان مش قوي يعني معرض فيه لوحات بملايين الدولارات تنسرق منه لوحه بهذه البساطه بدل طبعا على انه المكان مش محصن بشكل جيد والا اصلا كان ما قدر يسرق اللوحه ويخرج من المعرض بسهوله والروح لسرقه ثانيه غريبه وهي المره المنفذ للسرقه امراه عمرها 60 سنه تخيلوا يعني حجه بعد هالعمر شو بدك بالفلوس لا تخاطر بنفسك بسرقة ضخمة زي هاي اللي صار أنه امرأة انتحلت شخصية خبيرة ألماس أثناء دخولها متجر مجوهرات فاخر في لندن حيث سرقت سبع جواهر ثمينة في عملية سرقة متقنة خلال النهار هاي المرأة اسمها لولو لاكاتوس وهي جزء من عصابة دولية للجريمة المنظمة دخلت لولو المملكة المتحدة في اليوم السابق من الجريمة وبقيت بوقتها في أحد الفنادق قبل أن تبدأ البحث عن المتجر مع رجلين وفي اليوم التالي عادت مرتدية زي أنا وطبعا أنا هي خبيرة ألماس كانت تنتحل شخصيتها وكانت تلبس مثل أنا لتخدع أصحاب المتجر وبالفعل هاي المرأة دخلت متجر في وسط لندن وعملت حالها عالمة الأحجار الكريمة التي تم إرسالها لتفقد سبع ماسات بقيمة ستة ملايين دولار تقريبا نيابة عن مستثمر روسي ثري وبالفعل لما دخلت المرأة المتجر وعرفوها نقلوها إلى جزء آمن من المتجر لتفقد الأحجار الكريمة وتفاجأ الموظفين أنها وضعت هاي الأحجار في حقيبة يدها واستغرب الموظفين من فعلتها وبحركة ذكية استبدلت هاي الحقيبة بحقيبة أخرى كانت مليئة بالحصى طبعا هاي المرأة كانت تتظاهر بأنها لا تستطيع التحدث باللغة الإنجليزية لإرباك الموظفين وبالفعل نجحت في ذلك طبعا هاي السرقة تم التخطيط لها بشكل جيد من قبل العصابة اللي بتقف وراء هاي المرأة فما كانت يعني بهاي البساطة والمشكلة الموظفين من انتبهوا على شيء إلا بعد خروج لكاتوس وبعد ما خرجت لاحظوا أن المرأة وضعت كيس مليء بالحصى بدل الألماس بحركة ذكية جدا من غير ما ينتبه الموظفين وانتبهوا لفعلتها للأسف بعد ما خرجت من المتجر عملية السرقة نفذت بطريقة ذكية ويبدو أن هذه المرأة كانت مدربة بشكل جيد لعملية السرقة وكانت إيدها خفيفة طبعا اكتبوا لنا رايكم بهي السرقات ومين اذكى هل الرجل اللي سرق اللوحه ولا المراه اللي سرقت الالماس طبعا المراه اللي سرقت الالماس صراحه كانت عندها خفه يد رهيبه وكانت ذكيه وكانت يعني ضمن عصابه لكن مش عارف اتوقع الرجل الاول هو رجل فقط جريء لا يمتلك اي خبره ولكنه فقط يمتلك جراه لانه لو كان ذكي كان ما هيك كشف نفسه لكاميرات المراقبه بكل بساطه طبعا اكتبوا لنا رايكم في التعليقات مين كان اذكى هل المراه اللي سرقت الالماس ولا الرجل اللي سرق اللوحة طبعا في الختام لا تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس عشان تصلكم كل القصص الجديدة وبهيك بحكي لكم إلى اللقاء